وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب. أهلا بك معنا سعادة النائب في نشرة أخبار الثالثة. بداية نبارك لكم افتتاح دولة الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، ونتحدث هنا عن مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم الذي ركز على التعاون مع القطاع الخاص واستراتيجيات التعافي الاقتصادي. شكرا، في البداية أشكرك على الاستضافة. طبعا جلالة الملك كانت توجيهاته أن يكون في تعاون ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يصب في مصلحة المواطن والاستكمال الإنجازات اللي احنا بديناها وبرامج اللي كنا نشتغل فيها مع الحكومة، واللي تعكس في الأخير لصالح المواطن. المواطن انه يكون مبدأ الحوار والتحاور والتعاون يكون هو المبدأ اللي نعمل عليه ونستكمله. وطبعا يعني هذا اللي احنا شهدناه واللي شفناه في يعني العمل في المرحله اللي مضت وتوجيهات جلالته ان احنا نواصل هذا العمل، واللي هو كان له الاثر الايجابي في النتائج الايجابيه اللي صارت. يعني احنا نتكلم عن برنامج التعافي الاقتصادي، نتكلم عن برامج اللي احنا نواصلها اللي هي برنامج التوازن المالي. هذه برامج احنا لازم نستكملها ولازم يكون نحط في عين الاعتبار ما انجزناه سابقا ونكمله في المرحله القادمه، وهذا يكون بالتعاون والحوار مع السلطه التنفيذيه، لان هي في الاخير هي الجهه المنفذه اللي راح تكون يعني القرارات والتطوير والمشاريع اللي احنا نحتاجها هي اللي راح تكون موجوده. ايضا جلالته كان واضح ان المرحله فيها اهميه مختلفه عن المراحل اللي مضت، وهذه المراحل تحتاج تطوير في التشريع وفي القوانين، وايضا تحتاج ان احنا نشوف حاجات المواطن بشكل اكبر ونعالجها في ظل البرامج اللي هي موجوده، وهذا اللي احنا ان شاء الله راح يعني نسعى ونعمل عليه. وايضا يعني اكد ان استمراريه يعني استكمال برنامج التوازن المالي وبرنامج التعافي الاقتصادي واللي هو من تمت الحكومه بقياده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واللي انعكست في هذه السنه على نتائج ايجابيه يؤكد نجاحه، فمواصلته هو اللي راح يعكس النتائج اللي المواطن يطمح لها، واللي احنا كلنا ممثلين عنا اليوم ومجتمعين على اساس ان احنا نوصلها ونواصلها ان شاء الله باذن الله تعالى. في ظل خطة التعافي الاقتصادي جاء الإعلان عن الاكتشافات الجديدة في الغاز، ما مردود هذه الاكتشافات على الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين؟ طبعا جلالته أيضا كانت توجيهاته دائما الاستفادة والبحث في الموارد الطبيعية اللي موجودة اللي مملكة البحرين تملكها. طبعا الاكتشاف اللي كان موجود اللي تم الإعلان عنه اكتشاف مهم وراح يكون له يعني رد إيجابي في المرحلة القادمة، راح يكون له أثر إيجابي أيضا في برنامج التعافي الاقتصادي في برنامج التوازن المالي، لأن مثل هذه الاكتشافات تعود بالنفع على زيادة الإيرادات المالية وزيادة التدفقات، وأيضا راح يعني يكون لها دور أيضا في بحث وفتح فرص عمل جديدة للشباب البحريني، وهذه أيضا اللي كانت من مضامين الخطاب أنه يكون تهيئة الشباب البحريني وتهيئتهم أن يكون عندهم وظائف مهنية، وهذه الوظائف في هذه الاكتشافات راح يكون لهم دور كبير. فطبعا هذه الاكتشافات إذا هي راحت وبدت أن احنا تكون على أرض الواقع ويتم تنفيذها ونستفيد من الحقلين اللي تم اكتشافهم إن شاء الله، وإحنا يعني متفائلين خير كبير فيهم يعني وشعب البحرين كله ينتظرهم، راح ايضا يكون لها اثر ايجابي ان تزيد المشاريع البنيه التحتيه وتزيد المشاريع الاسكانيه وتزيد المشاريع اللي المواطن يحتاجها، وراح تكون لها الاثر الايجابي في رفع من معيشته، وهذا اللي احنا نطمح له. وايضا التحديات اللي احنا نواجهها في برنامج التوازن المالي وفي ايضا برنامج التعافي الاقتصادي اللي هي كانت اثارها السلبيه بسبب جائحه الكورونا، هذه الاكتشافات راح تسهلها وراح تسرع ان احنا نغطي ما فقدناه ونروح في ارقام ايجابيه، وكله بيكون ان شاء الله انعكاس حق المواطن، وراح تكون امور جديده ومكتسبات نحافظ عليها ومكتسبات جديده بتكون للمواطن ان شاء الله في الاعوام القادمه باذن الله. ان شاء الله. ماذا عن تنويع مصادر الدخل والخطط الحكوميه الموضوعه في هذا الجانب، كيف تنظرون اليها؟ طبعا مثل ما قلت لك قبل ان برنامج التوازن المالي وبرنامج التعافي الاقتصادي كانت الهدف منها ان احنا
نقلل اعتمادنا من ايرادات على النفط. وهذا اللي احنا نجحنا فيه، وشراكاتنا مع القطاع الخاص هي اللي خلت مصادر تنوع الدخل تزيد عندنا. وايضا اليوم في برنامج عمل الحكومه واللي تم الاعلان عنه، في شراكات كثيره مع القطاع الخاص في قطاع الاسكان، في قطاع الصحه، في قطاع ايضا التعليم. وهذه الشراكات في حد ذاتها راح تنمي تنويع مصادر الدخل، راح تعطي القطاع الخاص قوه انه هو يقدم خدمات ويساعد السلطة التنفيذية في هذه الخدمات اللي هي تقدمها للمواطن، وراح ترفع من جودتها وراح تسرع من وتيرتها، وأيضا راح تخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني. فكل هذه المعادلة لما تحطينها مع بعض، مع التوجيهات، مع الاكتشافات، مع العمل والحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية وإدخال يعني القطاع الخاص، راح تكون نتائج إيجابية. وهذا اللي احنا التمسناه من في برنامج التعافي الاقتصادي في السنة اللي مضت، وهذا اللي احنا راح نبني عليه وراح نستكمله في السنوات القادمة. وأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أن راح نجني هذه الثمار، وراح يكون خطواتنا جدا سريعة، لأن فعلا هذه الشراكة هي الشراكة الصحيحة، وهي اللي مهمة للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة والتحديات اللي موجودة، وتحديات مو فقط على يعني مملكة البحرين، تحديات إقليمية ومختلفة وعالمية، وكثير من الأمور موجودة. فهذه الشراكة لما تكون موجودة، شراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وإشراك القطاع الخاص في هذه القوانين، في هذه التشريعات، في هذه الخدمات، هي اللي راح خلينا نكون أقوى ونطلع من هذه يعني التحديات بنجاحات إن شاء الله. إن شاء الله مستمرة. نعم. سعادة النائب أحمد صباح السلوم، كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك.